بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكرك تاني بموضوع المؤتمر لعل واحد يعني يفقد التوجه. احنا قلنا ان احنا اخترنا موضوع اسمه الشهوات الروحيه. كلنا عندنا شهوات، لما بتبقى جعان عاوز تاكل، لكن ربنا عاوزنا نشتهي امور روحيه غير اللي بيشتهيها الانسان الطبيعي. الصلاه تبقى شهوه، خدمه الناس تبقى شهوه، الإنجيل يبقى شهوة، الكنيسة تبقى شهوة، التعب من أجل المسيح يبقى شهوة. وهو ده اللي يميز الإنسان الروحاني اللي بيقرب من ربنا، إن الموضوع ما بقاش يتعمل بالزقر، لا بقى يتعمل بمزاج، بقى فرحته إنه يعمل حاجة روحية مش حاجة جسدية. خدنا بعض الأفكار زي أيها العطاش هلموا إلى المياه، تعبيرات أشعياء. خدنا فكرة عن الشفاء من الجهل الروحي او الغباء الروحي. تعالوا ناخد شهوة اسمها شهوة التشبه بالمسيح. التشبه بالمسيح هو اساس فكرة المسيحية كلها. المسيحي هو انسان شبه المسيح، او هو انسان بمعنى ادق حامل المسيح. خريستوفوروس في اليوناني يسموها كده، كلكم شايلين المسيح، بس المسيح مش باين عليكم كلكم بنفس الدرجة. كل ما قربت قوي من ربنا كل ما نوره بان عليك أكتر. إذا في مسيح يفرق عن مسيح طبعا بدرجة تجلي المسيح عليه، بدرجة ظهور المسيح في حياته. إذا الروح القدس اللي فينا بيزقنا طول الوقت عشان نبقى شبه المسيح، زي ما ربنا قال عن الروح القدس: يأخذ مما ليه ويعطيكم، يذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى الروح القدس سكن فينا عشان يعملنا كلنا نسخ من المسيح. بس الموقف واقف على إرادتك أنت، أنت اللي بتحدد قد إيه ربنا هيبان عليك وقد إيه أنت اللي باين كفلان الفلان. فبولس قال مرة كلمة جريئة قوي، قال: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. إذا واضح إن الراجل ده كان عايش مركز قوي أن يتمثل بالمسيح، حاطط المسيح دايما مثل أعلى، بيفكر زيه. قال: نحن لنا فكر المسيح. مرة قال: حاسس بيكم بأحشاء يسوع، يعني كأنه إحساسه الداخلي نقله عن المسيح، المسيح بيحس بإيه وهو حاسس بيه. مرة تاني بيقول: الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا إيه؟ مشابهين. اذا ده الهدف، ده التارجت الاخير في الحياة الروحية. عاوزين نوصل لايه؟ مؤتمرات وصيامات وصلوات وقدسات في الاخر عاوز توصل لايه؟ انك تبقى شبهه، تبقى بتفكر زيه. يبقى اللي بيتعامل معاك بيقول انا شفت ربنا. هي ده الغرض الاساسي لحياتنا كلنا على الارض، ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. يبقى المسيح اخونا البكر، فكلنا طبعا شبهه. البداية تبدأ من خبر الخلق. احنا اساسا خلقنا على الصورة، يعني احنا اتعملنا على صورة المسيح. فيقول: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. والقديس اثناسيوس فسرها بطريقة عميقة شوية، قال على الصورة اللي نوى المسيح يجي بيها في آخر الدهور عمل آدم. أقولها تاني عشان إيه شكلها فلسفي شوية. هو ربنا كان عارف هيجي بأنهي صورة، مش كده؟ يعني يسوع ما كانش فكرة غريبة على ربنا، لا، ما هو كلمة الله المتجسد. لكن ربنا عارف هيجي في أنهي صورة. خلق آدم على شكل المسيح الآتي، فيبقى الأقدم في الحقيقة هو المسيح، لأنه به كان كل شيء. يمكن يفسرها يوحنا بطريقة تاني، يقول إيه: يأتي بعدي من هو إيه؟ قبلي. طب منين يعني المسيح جه بعد آدم؟ بس المسيح قبل آدم. فهنا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. وبعدين يعدها تاني: خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. بصوا ثلاث مرات في آيتين بيقول صورة. إذن we are the image of God، إحنا من الأصل كده إنسان مختلف عن أي حيوان. الحيوان اتخلق
مختلف. أما الإنسان فخلق على صورة الله. المؤامرة الشيطانية أنه يفسد الصورة دي، يشوه الصورة دي، وهو ده مفهوم ما يسمى في علم الآباء السقوط. السقوط يعني الإنسان وقع يعني أو سقط، هي مش معناه اتلغت صورة ربنا، هي معناها اتشوهت صورة ربنا. والآباء دايما حريصين يقولوا الصورة ما اتلغتش، الصورة ما اتلغتش، الصورة اتشوهت والمسيح جاي يرجعها تاني، to restore، restore the image، regain the image، بيرجعها، لكن هي ما اتلغتش. لو اتلغت خالص يبقى الإنسان كان لازم يهلك، بدليل ان كل إنسان حتى لو مش مسيحي تلاقوه عنده ميل للخير، لسه في حتة من ربنا، تلاقيه عنده ميل للحق، ميل للجمال. الميول دي بتقول حاجة، انه كإنسان مخلوق اوريجينالي على صورة الله بيميل للحاجات دي. لكن طبعا احنا بقى واخدين شكل هنقوله دلوقتي. يبقى الشيطان نجح في تشويه صورة الإنسان، او الإنسان كمان شارك الشيطان في انه بعد نفسه عن الأصل، فالصورة بهتت. كل ماذا الصورة بتبهت، يعني انت لما الشغل ياخدك قوي، انت الحقيقة صورة ربنا اللي فيك بتبهت. ليه؟ بقيت مجرد شخص عادي ناجح، بس جمال المسيح بيطفي فيك لأنك أنت بعدت نفسك عن الأصل. انعكاس شمس ربنا من عليك مش باينة، أنتوا كلكوا زي القمر. زي القمر يعني إيه؟ يعني الشمس بتخبط فيك بتطلع منك نور، لكن القمر معتم. طب لو أنت مظبوط على زاوية معينة يبقى الشمس هتبان عليك قوي فهتبقى منور على طول. السقوط معناها بتعبير تاني يقولوا الآباء فقد الإنسان البهاء الإلهي الذي كان يميزه. الإنسان كان فيه بهاء، فيه مجد، فيه جمال، فقدوا لما، لكن ما فقدش الصورة كاملا. أغسطينوس مرة قال كلمة، أغسطينوس ده فيلسوف على فكرة، وما زال يعتبر في علم الفلسفة واحد من أشهر 80 فيلسوف في تاريخ البشرية، فهم مش بيبصوله كمسيحي أو كأسقف أو كمعلم في الكنيسة، بيبصوله كفيلسوف. قال حكمة جميلة، قال تفضل نفوسنا حيرانة وتايهة لغاية ما ترجع تستقر فيك. أي إنسان عايش تايه مش لاقي نفسه لغاية ما يقرب قوي، زي اللي بيلاقي أصله، فلما بيلاقي أصله بيرتاح، فبيرتاح باكتشاف علاقته بربنا. يبقى التشبه بالمسيح بلغة أخرى هي شهوة العودة للفردوس. يعني إيه؟ اللي يقرأ الإنجيل ممكن نبص له من زاوية جميلة قوي. بداية، أنتوا عارفين الإنجيل ده زي قصة، يعني قصة رومانسية ضخمة كده، بدأت بمأساة ثم انتهت بخبر حلو. المأساة أن الإنسان حرم من شجرة الحياة. في تكوين 3 بعد عملة الإنسان سمعنا خبر يخوف، أن طريق شجرة الحياة اتقفل وفي عمود نار بيحرس الطريق، فبقى الإنسان نفسه يأكل من شجرة الحياة مش طايله. ده تكوين. بصوا للرؤية آخر إصحاح تلاقوا فيها إيه؟ شجرة الحياة في وسط فردوس الله تعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم. إذن الشجرة المحرومة أو المحرمة بقت متاحة. يبقى كل قصة الإنجيل، كل قصة الإنسانية، الإنسان خلق ليعيش بشكل معين، بوظ المشروع بتاع ربنا بحرية إرادته، ربنا تجسد عشان يرجع المشروع تاني زي ما قصده، يرجع الإنسان تاني لحضنه، يرجعه زي الغرض اللي خلقه ليه، يحيا إلى الأبد صورة الله ومثاله. إذن ربنا قاصد للإنسان إنه يعيش سعيد. طب النكد اللي إحنا فيه ده إيه؟ ده إحنا السبب، مش هو، والشيطان هو السبب. طب المرض ده دخيل، ده مش أصيل، في الحياة الأبدية ما فيش مرض. طب الخطية ده اتفاق بيني وبين إبليس، ده ما كانش ربنا، عشان كده ما فيش خطية في الفيوتشر بلان، في المستقبل الأبدي ما فيش لا خطية ولا مرض ولا فساد ولا موت، لأن ده ما كانش القصد، ده كل ده دخل غلط. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته
وبعدين بس النتيجة لسه مش دلوقتي، احنا لسه تحت الآلام، لسه بنشوف المرض والخطية والخوف والوجع والموت، لكن كل ده خلاص عارفين انه هيخلص بعد الحياة دي. اذا شهوة العودة للفردوس معناها ببساطة نفسي ارجع آدم الاولاني اللي كان زي الطفل السعيد، وده اللي شرحه المسيح ببساطة لما قال ان لم ترجعوا ايه وتصيروا مثل الاطفال. هي ضمنيا مقصود ترجعوا تبقوا آدم الاولاني قبل ما يغلط، قبل ما يفهم يعني ايه عري ويعني ايه شهوات مش كويسة ويعني ايه يكذب على ربنا ويستخبى، قبل الشغلة البايخة دي. شهوة العودة للفردوس معناها ارجع صديق ربنا، لان ادم كان صاحب ربنا، كان ربنا يتمشى في الجنة ويحكي ادم انت فين عشان احكي معاك، لكن الصداقة دي اتشرخت باظت، العلاقة القريبة قوي بربنا دي تشوهت لما الانسان اختار الخطيئة. شهوة العودة للفردوس او للحياة اللي فقدناها هي معناها حب غير مشروط، عاوز احب بدون شروط وحب واتحب من غير شروط، او حياة بلا خطية بلا خوف بلا 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 اي حاجة. تلاحظوا حاجة في اللاهوت عندنا في علم اللاهوت، يعني اكتر سؤال ما بنعرفش نجاوبه شكل السماء ايه، بس كده هي ايه الحياة الابدية؟ لا كله يهنج، ما حدش يعرف يجاوب ليه، لانها ما تتوصفش. عارفين توصف ازاي؟ توصف الحياة الابدية او السماء باستخدام كلمة لا. يعني ايه؟ شيل كل النيجاتيفز اللي في الحياة دي، ده اول شرح للابدية. ايه اللي مضايقك في الدنيا؟ فلوس مفيش، حر مفيش، برد مفيش، ادانة مفيش، سوء ظن مفيش، زنب مفيش، شغل مفيش، تعب، صداع، مغص، حادثة، موت، مفيش 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 مفيش. يبقى الحياة الأبدية تفضل تقول، وده اللي قاله سفر الرؤيا، لا يكون موت فيما بعد ولا يكون حزن ولا يكون ولا يكون ولا، لأن الأمور الأولى قد مضت. إذن هي شهوة، كلنا بنشتهي نعيش حياة من النوع اللي مفهوش، اللي فيه إيه؟ مفيش، اللي فيها لا، لا حزن، لا خوف، لا خطية. يا ريت حد يتمنى حياة أجمل من كده. إذن هذه الشهوة شهوة حقيقية، أنت تتمنى ما تخافش بس أنت لسه بتخاف، تتمنى ما تعياش بس بتعيا، تتمنى ما تغلطش بس بتغلط. إذن الشهوة دي هي نفسها شهوة التشبه بالمسيح. المسيح ما بيخافش، ما بيعياش، ما بيموتش، ما بيتغلبش، هيحيا إلى الأبد. يبقى هي ضمنيا تشبه بالمسيح. ربنا عمل دوره، فضل علينا دورنا. ايه دور ربنا؟ to restore the image، عشان يرجع الصورة. عمل ايه؟ تجسد. التجسد معناها المسيح له المجد خد صورة البشرية كما كانت، كما كان يجب ان تكون. يعني ايه؟ أثناسيوس عملها حكاية لطيفة جدا، القديس أثناسيوس قال إيه؟ ملك كان بيحب ابنه الوحيد جدا، فجاب فنان قدير رسم له صورة يعني طبق الأصل. فجي واحد بيكره الملك، أبو الولد يعني، أبو قام سهاء ودلق حبر على الصورة. طبعا الملك كان متعلق جدا بالصورة لأنها صورة ابنه، فرجع الفنان تاني، الفنان ده الروح القدس باي ذا، قال له بص انا بحب الصورة دي وغالية عليا جدا. قال له اعمل لك صورة جديدة. قال له لا انا بحبها هي، انت بشطارتك رجع لي الصورة دي زي ما كانت. قال له محتاج حاجة، محتاج ابنك يجي يقعد قصادي عشان اعمل ايه؟ اعمل عليه الصورة تاني. فهمتوا الفكرة؟ عشان اضبط الصورة عليه، لان هو انا رسمته هو. فالمسيح جه عشان نتعمل عليه تاني، نطبع عليه، نتعجن عليه تاني. يبقى هو ده الباكورة، يبقى آدم الجديد، لأن آدم الأولاني الصورة المشوهة، آدم التاني الصورة الأصلية، الصورة الصح. فأنت يا إما هتشبه آدم الأولاني وإلى التراب تعود، يا إما آدم التاني مولود من السماء وإلى السماء يعود. تلاحظوا إحنا بنقول تعبير في القداس الإغريغوري، القديس إغريغوريوس قالها إزاي؟ باركت طبيعتي فيك،
وأكملت ناموسك عني. يعني إيه؟ طبيعة البشرية كانت ملخبطة، أنت باركتها، أنت شرفتها، أنت لما بقيت إنسان قدمت الإنسانية كما يجب أن تكون. لدرجة بعض المفسرين يقولوا لما بيلاطس قدم المسيح للشعب وهو لابس إكليل الشوك والدم بينزف من ظهره بعد الجلد، قال لهم تعبير مختصر جدا، قال لهم إيه؟ هو ذا الإنسان. فخدوها الآباء وقالوا هو ده الإنسان كما يجب أن يكون، اللي من أجل المحبة ومن أجل الصح ممكن يحتمل أي حاجة بس ما يغلطش. فكأنه شكل الحقيقي بتاع المسيح وهو مهان كده، بس هو ده الإنسان، مش الإنسان بتاع آدم الأولان. أكملت ناموسك عني، يعني المسيح عمل كل الصح اللي أنا مش عارف أعمله، بس أنا هعمله بالمسيح بعد كده. أريتني القيامة من سقطتي، يعني ورتني ممكن ما تغلبش إزاي، ممكن أعيش صح إزاي. هقرأ نص سريع كده، يجوز دلوقتي هو نص دسم قوي، أنا هقرأ بس وبالراحة، وعشان أنتوا بقى إيه تبقوا دخلتوا في بول الزيادة هتفهموا دلوقتي بعد المقدمة دي. في روميا 5 ده من أكتر النصوص الفلسفية لبولس، وهو يعتمد هنا على الكونتراست أو المقارنة. ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية الواحد آدم مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد. ليه بيقول عليه الإنسان بس؟ لأنه في مقارنة مع آدم دلوقتي، هو بيكلم عن الإيمج الأوريجينال، فلازم يذكر ناسوته هنا، بيأكد على طبيعته البشرية لأنها تهمنا دلوقتي. يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. خلي بالكم بقى هنا هيستطرد، هيقول نفس المعنى بس بطريقة تانية. ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، يعني آدم عمل عملة سرحت الخطية فينا، طب يبقى بالأولى العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، يعني اتحكم علينا كلنا بالرفض بسبب جدنا آدم. أما الهبة، الهبة من جرى خطايا كثيرة، يعني عطية ربنا، هبة ربنا هتغطي كل خطايا البشرية، مش خطية آدم بس. إن كان بخطية الواحد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. واخدين بالكم الفكرة؟ في واحد عمل مشكلة أذتنا كلنا، وفي واحد جه إدى هدية نفعتنا كلنا، في واحد نزل بطبيعتنا للأرض خلاها أقرب للحيوانات، وفي واحد خد طبيعتنا طلع بها للسماء خلاها فوق الملائكة، وضحت؟ أو رجعها تاني للشكل القديم الفردوسي. إذا كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه دي أكتر مرة بولس استطرد فيها عشان تبقوا عارفين يعني إيه الاستطراد، مين فاهم عربي؟ اللي هو تكرار بس مش بنفس النص، يعني إيه؟ تشابه في المعاني لكن عشان المعنى عميق فلازم يعيده بكذا صورة عشان تدخل، ماشي؟ كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الإنسان الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. طيب احنا شفنا ربنا عمل دوره، أرسل ابنه الوحيد عشان يرجع لنا الصورة الأصلية وتممها بالفداء، ورانا أدي المنظر اللي عاوزكم تعيشوا به. طب الكنيسة دورها ايه بقى؟ الكنيسة دورها انها تحط فيك روح الله اللي شغلته الاساسية يطبع عليك صورة الله. اقولها تاني، الكنيسة دورها تحط فيك روح الله، روح المسيح، عشان تطبع عليك صورة المسيح. بصوا الكنيسة اتعملت ايه؟ يقول كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح، بصوا، قد لبستم المسيح. يبقى المعمودية بتعمل ايه يا جماعة؟ بتخلي كل واحد لابس المسيح. يعني المفروض ابنك لما طلع من جرن المعمودية
اتطبعت عليه صورة المسيح. طب هو ليه مش شكله مش حلو قوي دلوقتي؟ لان حضرتك وانت بتربيه شوهت الصورة تاني، لكن هو كان طالع من المعمودية الخالق الناطق المسيح، كان نقي وجميل وقديس. لو اتربى تربية مسيحية مظبوطة قوي كان هيفضل قديس على طول، لكن بقى مع الميديا والشارع والمدرسة والبيت الملخبط تشوه. نقعد نعالجه تاني بالتوبة، نعالجه بالتعليم عشان to restore the image. مرة تاني يقول الذي يثبتنا معكم في المسيح. بصوا الآية دي مهمة قوي لأنها بتتكلم عن سر الميرون. في ناس كتيرة مش فاهمة الميرون ده اللي هو الروح القدس. احنا لبسنا المسيح وبعدين اتختمنا ختم جديد عشان ما ننفصلش عنه تاني. واللي قال دي برضو الكتاب يثبتنا وقد مسحنا، يبقى المسحة فيها زيت اهي، الذي ختمنا ايضا واعطى عربون الروح في قلوبنا. يبقى فيها كلمة الختم، كلمة التثبيت، وكلمة المسحة، هي دي الميرون. يبقى احنا لبسنا المسيح واتختمنا بالمسيح، فالطبيعي نبقى شبهه. يبقى لا مؤاخذة اللي مش طبيعي هو اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا مش شبهه كفاية، ان احنا بنغضب، ان احنا بنعول الهم، ان احنا بنهتم ناكل ونشرب، يبقى مش شبهه كفاية. لكن هو الطبيعي ان احنا كنا نبقى شبهه. مرة تاني كنيسة تقول من يأكل جسدي، الانجيل يقول كده، ويشرب دمي ايه؟ يثبت فيا وانا فيه. يعني ايه المسيح يثبت فيك؟ يعني يبان عليك، يعني ثابت فيك، يبقى هو المحرك الاساسي فيك ربنا يسوع اللي جواك. اخر حاجة دوري انا بقى في القصة دي ايه؟ يبقى ربنا عمل الشغلة دي كلها عشان يرجعني شبهه، والكنيسة دورها تحط فيا الروح القدس وتديني المعمودية والميرون والاسرار عشان ترجع فيا صورة المسيح. بس هي ما خلصتش، عليك انت دور بقى. انت هتعيش عاوز تمشي ورا المسيح ولا لا؟ عاوز تبقى شبهه ولا لا؟ الفكرة شغلاك ولا بعيد عنك؟ ان عشتم حسب الجسد ستموتون، ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. لان الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. يعني ايه يا احبائي؟ الروح القدس بيطلب منك حاجة، دي الشهوات الروحية بقى، بيقول لك سامح أخوك، ودماغك بتقول لك ما يستاهلش موته. أنت هتمشي وراء أنهي صوت؟ الذين ينقادون بروح الله هم دول اللي يستاهلوا إيه؟ ياخدوا لقب أولاد الله. يبقى مش كلنا أولاد ربنا فعليا، أولاد ربنا فعليا هم اللي عايشين بروحه، هم اللي بيعملوا اللي هو كان هيعمله. فهمتوا؟ لو المسيح مطرحك كان هيعمل ايه؟ لو انت بتعمله يبقى انت ابن لله على شبه الابن الوحيد. لكن انت بتعمل اللي ما بيعملوش المسيح، تبقى انت اسمك ابن لله بس كده ايه، مجاملة يعني. لا، حتى ابانا الذي ما تستاهلهاش. اذا لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يابا ابا في اللاتيني، زي الصعيدي بالضبط الفلاح، يابا ابا في اللاتيني يعني يا بابا. فاحنا الروح القدس بيخلينا نقول لربنا يا بابا، انت ابويا، يابا الاب. الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله، ان كنا اولادا فاننا ورثة. يبقى اللي يخليك تورث السماء انك تعيش شبه ابوك، تعيش شبه المسيح. عندك اخوك البكر ما فيش زيه، شبهه هو الصح كله في المسيح، قلد المسيح، يبقى طبيعي تورث لانك شبه ابن الوحيد. من هنا ربنا يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ليه الباب ضيق يا جماعة؟ لانه عشان تعيش مسيحي، عشان تقتدي بالمسيح، هتضيق على نفسك كتير. الاسهل انك تكذب، الاصعب انك ما تكذبش. الاسهل انك تغلط، الاضيق انك ما تغلطش. فهمتوا؟ الارحب والاوسع انك تجري ورا الفلوس، الاضيق ان الفلوس تبقى تحت رجليك. الاسهل انك تاكل وتشرب وتعمل زي الناس، الاضيق انك تفكر زي ما ربنا بيفكر، عاوز خلاص الناس.
إذن الباب ضيق وعاوز اجتهاد، مش هيجي لوحده. عشان كده في حتة تانية يقول قليلون هم الذين يدخلون، حاجة تخوف. ليه؟ لأن الناس بتستسهل، الناس أسهل لها تبقى زي آدم اللي كلم الشجرة وما سألش في ربنا، وأصعب لها تصوم زي المسيح اللي قال لأ مش هاكل غير بعد كلمة ربنا. عشان كده حطوا آدم اللي معرفش يصوم عن شجرة وعنده 1000 شجرة قدام المسيح اللي صام 40 يوم وقال مش هاكل غير تبع مشيئة ربنا. التشبه بالمسيح عمليا، القديس يعقوب قال الإنجيل هو المراية. طول ما انت بتقرأ الأناجيل الأربعة، هديكوا تدريب سهل قوي، ما تسيبوش الأناجيل الأربعة من حياتكوا أبدا. حلو تقرأ التكوين والمزامير والأمثال وبولس، بس فكروا زي طريقة الكنيسة الأرثوذكسية، أهم فقرة في القرايات إيه؟ الإنجيل. نقف مخصوص ليه؟ لأن هي اللي بتطبع فينا صورة المسيح. من كتر ما بتذاكر متى ومرقس ولوقا ويوحنا من غير ما بتفكر هتلاقي نفسك بتقلد المسيح، فأنت محتاج تفضل تعيد وتزيد فيهم طول العمر، وكل مرة تقرأ تحط نفسك وأنا كنت هعمل زيهم؟ لا، في المفلوج وهم بيفرضوا علي أنا كنت هزعق، بس هو ما زحقش، هو بص برحمة وحب وعمل حاجة حلو. فأنت طول ما أنت بتعمل كونتراست في المراية بتاعت الإنجيل أنت هتبقى شبه المسيح. يبقى أول حاجة تخليك شبهه ذاكر الإنجيل وافضل قدامك المراية دي صورة المسيح، صورة الأوريجينال الأصلي، خليها قصاد عينك طول الوقت، هتقدر تشوف عيوبك على طول، ان انت بتعمل حاجة غير اللي هو بيعمل، انت بتفكر بطريقة غير اللي هو بيفكر بيها. تاني حاجة، سؤال سهل تسأله لنفسك كتير، هو لو ربنا يسوع مكاني كان عمل ايه؟ طب انت في مستشفى واللي حواليك متعبين كان هيعمل ايه؟ فكر. طب انت بتتعامل مع عيانين ساعات مستغلين كان هيعمل ايه؟ مش بقول لك اجابة، صلي وفكر هتعرف الاجابة، لانه احيانا يشد واحيانا يطبطب، احيانا يسيب نفسه للاستغلال، واحيانا من اجل الاخرين يمنع الاستغلال. عاوز حكم بس اسأل. تالت حاجة، الارشاد والتلمذة. هو ليه بنروح لاباء اعترافنا؟ مش بس عشان نشكي نفسنا وناخد الحل، لان ابويا الروحي بيفكرني المفروض يبقى شكلي ايه لاني شبه المسيح. لما بتروح صعبان عليك من اخوك وزعلان، فابونا بيقول لك يا حبيبي سامحه، طب اخوك الشيطان ضحك عليه، تفضل شايل منه، تفضل مخصمه، ده ما ينفعش مع واحد شبه ربنا. فبيفوقك، بيراجع معاك المبدأ، انت مسيحي يعني شبه المسيح، مش مسموح بالخصام، مش مسموح بالتفكير ده. التوبة المستمرة، التوبة ببساطة هي عملية restoring the image. تاني فكرة يعني ايه توبة؟ يومين دول موسم توبة، ايه موسم التوبة؟ نقعد نعيط يعني؟ لا، مش ده الاساس. التوبة معناها انك بتستعيد الشكل المظبوط اللي المفروض تبقى عليه، اللي من غير خطية، اللي من غير عداوة، اللي فيه نقاوة، اللي فيه حب، اللي فيه بساطة، اللي فيه تسليم، شكل المسيح اللي مستخبي فيك يبان. هي دي التوبة، بتعمل كده، بتشيل التراب فبيطلع المسيح، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بتشيل المكيال. هي دي التوبة، ترفع الايه الحاجة اللي مغطية عن النور فالنور يبان. اخيرا التشبه بالمسيح وخدمة. المسيح عاش حياته ببساطة خادم تحت رجلين التلاميذ، يقول يصنع خيرا، ما جئت لأخدم بل لأخدم، ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. ما بيفكر في كل الناس إلا شخص واحد، اللي هو مين؟ اللي هو نفسه. المسيح بيفكر في تلاميذه، بيفكر في الفقراء، بيفكر في الفريسيين، بيحبهم كلهم، بس الوحيد اللي المسيح ما بيفكرش فيه هو المسيح نفسه. يقول أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني وكما وأحببتهم كما أحببتني. يعني بصوا، أنا فيهم تعبير جميل قوي،
أنا فيهم. المسيح فينا على فكرة، بس مش باين علينا. إذن كلنا عندنا شهوة، نفسي يا رب تبان عليا. خسارة الناس تشوفني مكلضم، أنت عمرك ما كنت مكلضم. خسارة الناس تشوفني عصبي، أنت عمرك ما كنت عصبي. خسارة الناس تلاقيني مادي، أنت يا رب عمرك ما كنت مادي. أنا فيهم ليكونوا مكملين إلى واحد لإلهنا كل مجد.